يقول أنا طالب بالجامعة وقد حرمت من المنحة بسبب عدم دفع أبي مبلغ الضرائب التي تؤخذ كما هو معلوم بغير حق، فهل يجوز لي أن أدفع رشوة مثلا للحصول على الورقة التي تمكنني من الاستفادة من المنحة، يعني من المنحة؟ ادفع الضريبة لأنك مكره على هذا، تدفع الضريبة تأخذ الورقة. أما الرشوة لا تجوز، دفع الرشوة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية. الرشوة لا تجوز، لكن إذا أكرهت على دفع الضريبة فادفعها من أجل طلب العلم، ولا تنقطع من طلب العلم.